بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في جزئية أخرى من هذا الليكشر الذي يتكلم على البروف أوف إكويفالنس، الإثبات عن طريق الإكويفالنس. إيش فكرة الجزئية هذه؟ إحنا في أنواع البروف اللي أخذناها في الليكشر السابق وفي الفيديوهات السابقة فقط كانت الكونديشن إذا كان فإن، يعني إذا كان مثلا بي ذين كيو. الآن في هذه الجزئية من هذا الدرس يكون عندي by conditional اللي هو if and only if. هنا لها طريقة أيضا للإثبات. لاحظوا معي، يقول لك أنا إذا كان عندي if and only if اللي هو السهم رايح وجاي، راح إيش أثبت مرتين، أحتاج إثبات هذا b plus q إنه true، بعدين أجي أقول لك q plus b أيضا true، بعدين أتأكد إنهم كلهم اثنين ترو. إذا هذا كلام صح فرح أقول لك إذن العبارة كاملة البيم بلاس كيو هي ترو. غالبا يا جماعة الخير في البروف اوف إكويفالنس يكون عندي مثلا إثباتين. الإثبات الأول غالبا استخدم فيه الطريقة الدايركت، والإثبات الثاني استخدم فيه إيش الكونترا بوزيتيف اللي هو إذا كانوا عندي مثلا بي كيو أعكسهم وان فيهم أعكسه، يعني إيش يعني فاكرين الكونتربوزيتيف، أقول لك إذا كان بي هنا كيو يكافئ نيجيشن كيو إمبلايس نيجيشن بي. فغالبا في مسائل البروف أوف إكويفالنس الأول يكون دايركت إثبات الأول، إثبات الثاني يكون كونترا بوزيتيف. حلو. طيب يقول لك مرات يكون عندي اكثر من بروبوزيشن وكلهم ايكويفالنت، مثلا يكون عندي بي 1 بي 2 بي 3 اكثر من بروبوزيشن، مثلا 3 4 5 بروبوزيشن. فايش يقول لك بكل بساطه كالتالي، انه تتاكد انه بي 1 ان بلس بي 2 وبي 2 ان بلس بي 3 كلهم يكونوا متساويين. فهذه برضه نفس الطريقه، يعني لو كان عندي اكثر من ستيتمنت فايش اسوي بكل بساطه، او اكثر من بروبوزيشن بكل بساطه اجي أثبت إنهم إيش لوجيكالي إكويفالنت. الموضوع جدا بسيط، ركزوا معايا في اللي بقوله إن شاء الله ما راح نضيع. يلا واحد واحد بسم الله. أول مثال يقول لي أثبت لي إنه إذا كان الـ n is odd هذا يؤدي إلى if and only if أيضا is odd. إنتر بي يقول لك إذا كان الـ n is odd أيضا if and only if انتر بي عزت. من يوم ما تشوفوا كلمة F and only F على طول يجي في بالكم اللي هو ايش الباي كونديشن، سهم رايح سهم جاي. فهنا على طول يجي في بالك ان راح احتاج اثباتين، اثبات رقم واحد اثبات رقم اثنين. اثبات الاول حيكون عندي B implies Q، واثبات الثاني اقول negation B implies negation Q. اذا طلعوا بينهم اذا طلع هذا كلام صحيح راح اقول لك اذا باي كونديشن هذه صحيحة. واضح؟ طيب خلينا نحل. أقول لك أثبت لي إنه إذا كان n is odd if and only if أيضا enter b is odd. يلا خلينا نحل هنا واحدة واحدة المثال يتضح المقال. قال لي في السؤال هذا الإكزامبل، قال لي إذا كان الجملة، قال لي إذا كان n is odd if and only if ال n تربيع odd. طيب من يوم ما اشوف الكلام ده على طول اطير دايركت ليش؟ اطير لي البروف اوف ايكويفالنس، يعني احتاج اثباتين، احتاج اثباتين وبينهم اند اثبتهم انهم صحيحه عشان ايش اقول ان الباي كونديشن هذه صحيحه. واحده واحده يا جماعه الخير. اول شيء خلينا نكتبها زي، شوفوا هذه بي وهذه امبلايس او اف ان اللي سوري هذه كيو. واضح؟ فين البي؟ هذه البي وهذه ايش الكيو. طيب الكيس الأولى الإثبات الأول مثلا نقول A كيس A كيف أثبته؟ الآن الكيس الأول بثبت إنه البي
implies Q true، يعني هذا 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 كلام صحيح. كيف كنا نثبته؟ رقم واحد assume، افترض انه البي is true، انا بثبت انه الكلام ده صحيح. هذه الطريقة الدائرة، قلنا الان عندنا نستخدم غير حالتين، نستخدم ايش؟ two methods، الدايركت والكونترا بوزيتيف. الاول غالبا يكون دايركت، بس هذا دايركت، افترض انه البي is true. البي اود، يا جماعة الخير الاود ايش قانونه؟ n equal 2k plus 1، حيث ان ال k is integers. حلو. نمرة اثنين اثبت انه هذا ترو، اجي الان سوري هنا اثبت هذا ترو، اجي اذا الكيو اثبت انه كيو ترو. الكيو عبارة عن ايش؟ نجي انتر بي اود، انتر بي نفتح قوس اوكي نفكه، خاصة نفكه، هو مو تربيع نفكه، والان عبارة عن اثنين ك بلس 1 تربيع. هذا الكلام كيف نفكه؟ عادي الاول تربيع يعطيك 4 ك سكوير بلس 2 فهو في الثاني 4 ك بلس 1. طيب اسحب الاثنين عامل المشترك، عندي 2 هنا اخذت منها، صار عندك 2 ك تربيع زائد 2 ك زائد 1. انا ممكن افرض هذا اللي جوا القوس بحرف كامل، مثلا اقول لك ال، فصار عندي يساوي 2 L بلس 1. طيب 2 L بلس 1 هذا على صيغة ايش؟ أود، صح؟ إذن هذا كلام ايش؟ هذا كلام إذن إذن is true، صح؟ بما أنه هذا كلام، بما أنه ال B true وال Q true، إذن العجمارة كاملة B implies Q true. إذن أقول لك إذن therefore B implies Q ايضا ايش؟ ترو. واضح؟ الان جبت الاولى، صغر شوي القلم. طيب الان اثبتت الاولى اللي هي بي، قلنا بي 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 بلس كيو ترو. اجي الان اجي قلنا الثاني ايش اسوي؟ اجيب ايش؟ النقيض الاساسي، الجملة الاساسية بي فيها بي وكيو، فاقول لك نيجيشن بي امبلايس نيجيشن كيو. إذا نقول بي مثلا الحالة الثانية بي أو الإثبات الثاني، أجي أقول لك أحاول إنه أثبت إنه النيجيشن بي إمبلايس نيجيشن كيو، هذا كلام صح، أثبت ده صح، ده صح، كله صح. إذا النيجيشن بي، تعالوا في العبارة، البي عندي أود، طب النيجيشن حقه إيش؟ إيفن، فأجي أقول لك إذا إن إز إيفن، أوكي؟ نيجيشن كيو إذا كان الانتر بيع عود، إذا الانتر بيع يكون إيفن، صح؟ عكسها، وكذا الانتر بيع is even. أنا حاول أثبت إنه الطرف اليسار صحيح والطرف اليمين صحيح، إذا كل عبارة تكون إيش؟ صحيحة. طيب واحدة واحدة، الإيفن عبارة قانون، عبارة اثنين ك، أقول لك فأقول نمرة واحد الان يساوي اثنين ك. أنا حاول أنا أفترض إنه هذا ترو. نمرة اثنين أجي هنا في اليمين انتر بي إيش يساوي؟ الان عبارة اثنين كيف، أفتح قوس أقول لك عبارة عن اثنين كي تربيع، نفك الأقواس هذه ويساوي أربعة كي تربيع، ومنها أسحب الاثنين عامل المشترك، صار عندي اثنين في اثنين كي تربيع، صح؟ طيب انا ممكن افرض القوس هذا كمل بحرف، اقول لك يساوي 2 في ال، 2 ال هذا عباره عن ايش يا جماعه الخير؟ عباره عن ايش؟ عباره عن ايفن. طيب هل الطرف اليمين هو قال لك ايفن؟ نعم. اذا اثبت انه هو ايش؟ هو ترو. اذا هذا كلام ايش؟ ترو، صحيح. اذا هذا كلام يؤدي الى ايش؟ نيجيشن بي امبلايس نيجيشن Q is true، اثبتته خلاص. طيب بما انه لاحظوا معايا في كاس الاولى B، بما انه ال B implies Q هي true and negation B negation Q ايضا true، هذه يؤدي لان ايش؟ هذه يؤدي لان العبارة كاملة
إذن إذا بي هذا أيضا إيش بي بي باي كونديشن إيش إفن لف إذا جسترو بس واضحة هذه فكرة الجزئية هذه حلو بس نرجع ونشوف هم موضحين أنا وضحت شوفوا أنا وضحتها هنا بالتفصيل الممل هذا معناته نفس الكلام شوفوا هنا هو ده تأخذ ده حلو تأخذ ده وتعكسه إيش تعكسه هو كان كيو لاحظوا معايا كيو implies بي صح فعكسه ودي هذه نصير نيجيشن بي implies نيجيشن كيو يعني وانا قلت لكم الاول دائما تاخذوه دايركت والثاني ايش كونترا بوزيتيف حلو في طريقه الاكويفالنس الاول تاخذه الاخذ دايركت سهله هنا الدايركت القوس الاول والطريقه الثانيه تاخذها كونترا بوزيتيف واضح طيب شوف الاكزامبل الثاني هنا عندي سيفرال ستيتمنت اكويفالنت بنفس الطريقه ما في شيء جديد هنا بيقول لي افترض ان عندي ثلاثة بروبوزيشن كلها أو ثلاثة ستيتمنت كلها equivalent يعني معناته يقول لك بي لاحظوا معي معناته بي 1 if and only if هذه برضو 2 والثاني if and only if اللي رايح جاي ثلاثة كلهم متكافئين بنفس الطريقة جماعة تقدر تسوي هتحلها بأكثر من مرة تأخذ بي 1 مع بي 2 وتحلها بالدايركت بعدين لاحظوا معايا بعدين تاخذ بي 2 مع بي 3 عشان تحله بالدايركت اخر واحد اللي هو لاحظوا معايا اللي يكون عندكم بين بي 3 وبي 1 تحله بالكونترا بوزيتيف بس هذه هي واضح طيب يلا واحده واحده انا موضوع جدا بسيط وتافه بس ترجع تتاكد من حلك واحده واحده قال لي بي البروبوزيشن الاول هو عباره عن ان ايفن والبروبوزيشن الثاني ان ناقص واحد اود والبروبوزيشن الثالث عباره عن انتر بي از ايفن نبدا اول شيء ناخذ بي واحد مع بي اثنين يلا نقول مثلا واحد نقول بي واحد قلنا الاول يكون دايركت بي 1 امبلايز بي 2 حيث ان ايش الان ايفن نكتبها هنا ان خلاص عارفين هذه ان ايفن وهذه كيف نحلها يلا نقول واحد نحلها بالدايركت اسيوم اسيوم بي واحد استرو طيب البي واحد ايفن قامل ان صح قامل ايفن ايش يقول لك الان يساوي 2 كي نفرض انه هذا ان هو ترو اوكي نمرة 2 اروح الطرف اليمين البي 2 عبارة عن ان ناقص واحد is odd صح فجأة اقول لك ان ناقص واحد افرض انه هو odd طيب يساوي لاحظوا معايا اجي الان للodd الodd اول حاجة شوفوا هنا ايش حنسوي اثنين ك ناقص واحد صح من فين جات هذه استبدل كل ان لاحظوا معايا استبدل كل ان اثنين ك يقول لك الان هذه معاها اثنين ك والناقص واحد اصلت زي ما هي حلو طيب في ملاحظه خليني اكتب لكم هنا لاحظوا معي اذا انا قلت لك اثنين ك نوت اثنين ك ناقص اثنين زائد واحد هذا ما يكافئ اثنين ك ناقص واحد ما فهمت يعني انا لو جيت وكتبت زي كذا قلت لك اثنين ك ناقص واحد زائد واحد فكين القوس هذا كيف تفكه حتقول لي افكه اثنين ك ناقص اثنين زائد واحد ايش يساوي يساوي اثنين ك سالب اثنين زائد واحد يعطيني ناقص واحد صح فانا ممكن اكتب الكلام ده هنا شوفوا هذا بالطريقة دي فاقول لك اذا هذا يؤدي الى انه اثنين يساوي اثنين شيل كي وحط مكانها ك ناقص واحد زائد واحد
فك الأقواس، لو فكيت الأقواس حيصير زي كده، شوفوا هذا حيصير زي ده، فلما تبسط اثنين كده أقواس، فاهمين؟ فأنا فقط بس استبدلت الكلام ده بك على خاطر إيش؟ على خاطر أوصل لي اثنين يساوي اثنين، لاحظوا معايا اثنين، والقوس هذا خلي ال أو ك أو ام، أي حاجة اثنين ال زائدا واحد. طب هذا على أي صيغة؟ ها هذا على صيغة إيش؟ على صيغة الأود، صح؟ طب نجي الآن بي 2 هو قال لي أود، صح؟ هنا إذا أنا أثبت النود، إذا هذا كلام ترو، هذا كلام ترو. إذا بما أنه ها البي 1 ترو والبي 2 أو العبارة الثانية بي 2 أيضا أثبتها أنها ترو، إذا أجي أقول لك بي 1 هذا يؤدي إلى إذا برقم 3 بي 1 implies B2 is true. بس حلو، خلصنا الأولى. إيش الأولى؟ اللي هي من هنا شوفوا B1 مع B2، B1 مع B2 وB2 مع B3. يلا أجي أقول لك B2 برضو حلها دايركت، B2 مع B3، أحاول أفرض أنه ده صح اليسار واليمين صح وكله حيكون الاثنين صح. يلا B2 عبارة عن N ناقص واحد زود، يلا اكتبها هنا N ناقص واحد أود. B3 عبارة عن N تربيع is even، صح؟ N تربيع is even. يلا خطوة رقم واحد، نما رقم واحد، واحد assume، ها assume افترض انه ها N ناقص واحد هذه اللي هي ترو اللي هي الطرف اليسار. طيب هي هو قال لك ان ناقص واحد هذه اود، الاود عبارة عن ايش؟ ها الاود عبارة عن اثنين ك ناقص واحد، صح؟ فاجي اقول لك من هذه ها ان ناقص واحد يساوي الاود، استبدلها بما يكافئها مر في الرياضيات، الاود عبارة عن ايش؟ اثنين ك زائدا واحد، صح؟ طيب انا لو انا ابغى الان ايش اسوي يا جماعه الخير؟ ايش رايك لو وديت السالب واحد هناك؟ بس عندك هذا يؤدي الى ان تساوي 2 ك زائدا واحد، اوكي زائدا واحد، وديت السالب واحد هناك، عندك هذا يؤدي الى ان الان تساوي 2 ك بلس 2. طيب حلو، لسه انا ايش ما سويت شيء، انا بس انا فارض انه الطرف اليسار هو ترو، الطرف اليسار هو ترو. طيب نمرة اثنين، انا اثبت انه اليسار ترو، باقي اثبت انه اليمين ترو. لو ان تربيع is even، ان تربيع هو عندي في اليمين even، ان تربيع في اليمين عندي ان تربيع، صح؟ يساوي افك الان تربيع، لان عبارة عن هذا كلام 2 k بلس 2، فافتح قوس استبدلها بقيمتها اللي هي 2 k بلس 2 الكل تربيع، صحيح؟ فك الأقواس بكل بساطة، كيف فكها؟ الأول تربيع 4 ك تربيع زائد 2 في الأول في الثاني يعطيني كم؟ زائد 8 ك زائد الثاني تربيع زائد 4. شو أسوي؟ أسحب من الآن الاثنين على المشترك، فأقول لك يساوي 2، أخذت من هنا 2 بقي عندي ك، صح؟ 4 ك 4 ك تربيع، سوري 4 ك تربيع، إنه الاثنين ك تربيع يساوي، لو اخذت الاثنين عامل المشترك عندك اثنين، بقي عندنا اثنين ك، صح؟ بلس اربعة ك، صح؟ بلس اثنين، اخذت اثنين عامل المشترك. طب هذا كله اقدر اكتب على شكل ال يساوي اثنين ال، اثنين ال يا جماعة الخير ايش؟ ها اثنين ال هو ايفن، الطرف اليمين اثبتت انه هو ايفن، صح؟ ايفن هذا كلام اذا ترو، ما هو في اليمين قال لك انه ايفن، انا اثبتت انه ايفن خلاص ترو. اذا بما انه ال 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 الرقم واحد صح ورقم اثنين صح، يعني الطرف اليسار صح والطرف اليمين صح، هذا يؤدي لان العباره كامله صح. اذا بي 2 امبلايز بي 3 اذا اولسو ايضا ايش ترو. حلو، الان باقي اخر واحده اللي هي ايش؟ بين بي 3، لاحظوا معايا بين بي 3 وبي 1. يلا اجي هنا امسح ذا الكلام،
خلاص انه فاهمين اجل الان البي 3 تتكمل حلك كذا يعني مو توقف انا على مسح بس ما في مكان. اذا اقول لك اذا بي 3 الان بسيك على بي 3 وبي 1. هنا يا جماعه الخير هنا ايش حتسوي؟ تجيب الكونترا بوزيتيف. اول شيء خلينا نكتب البي 3 عباره عن ايش. البي 3 ايفن انتر بي از ايفن والبي 1 ان از ايفن. يلا خلينا نكتب اول شيء بي 3 عباره عن انتر بي ايفن والبي 1 ان ايفن. طيب الان قلنا دائما احنا عندنا مثلا اكثر من ستمنت ايكويفالنت اخر واحد ناخذ منها الكونترا بوزيتيف. كيف الكونترا بوزيتيف؟ بدل وانفي. يعني هنا حيكون عندك ان اود حيكون عندك النفي ان از اود. بدل اليسار يمين ولا يمين يسار وعكس العبارات. هنا عندك ان تربيع حيكون اذن اود ان تربيع از اود كونترا بوزيتيف. طيب يلا احاول اثبت ده صح وده صح وكله حيكون صح. يلا الان از اود يعني حكانوا بيقول لك يعني هنا كانوا يقول لك نيجيشن بي 1 امبلايس نيجيشن بي 3. يلا نمره واحد بنفس الخطوات. نمره واحد عندي الان اود قانون الاود عباره عن ايش؟ ان ايكوال الاود عباره عن 2 كي بلس 1. حلو. انا فاسيوم انه هذا هو صحيح هو ترو. ده كلام صحيح الان الاود عباره عن 2 كي بلس 1. طيب اجي رقم 2 نمره 2 الطرف اليمين يعني ان تربيع بقول لك ان تربيع ايش يكافيها؟ الان عباره عن 2 كي بلس 1 فربعها بكل بساطه 2 كي اخذتها من واحد 2 كي بلس 1 تربيع يفك الاقواس يصير عندي الاول تربيع 2 ويعطيك 4 كي تربيع زائدا 4 كي زائدا 1. بعده اسحب 2 على المشترك. ها لاحظوا معايا لو اخذت 2 من حد الاول يصير عندي 2 كي تربيع زائدا 2 كي حلو زائدا 1 حلو. طب هذا المقدار كله اقدر اسميه ال مثلا فيساوي 2 ال زائدا 1. 2 ال زائد 1 هذا مو شكل اود صح؟ هذا اود. فانا ايش فرضته؟ خلاص بما انه طلع اود هو انا فارضه هو قال لك هذه اود من العباره هذه اود صح؟ صح ولا مو صح؟ ترو صار عندي ترو. بما انه رقم واحد فرضت انه ترو رقم اثنين فرضت انه ترو اذا العباره كامله هي نيجيشن بي 1 امبلايز نيجيشن بي 3 حتكون ترو. اوكي؟ واضح؟ بما انه لاحظوا معايا حنقول هذه ترو. بما انه من بي 1 لبي 2 فرضت انها صحيحه من بي 3 لبي 2 لبي 3 فرضت انه صحيح من بي 3 لبي 3 لبي بي 1 صحيح اذا راح اقول اذا بي 1 هذه امبلايز بي 2 امبلايز او ايش امبلايز سوري هذه باي كونديشنال. بي 1 هذه برضو باي كونديشنال مع بي 2 و باي كونديشنال مع بي 3 كلها ترو بس. واضح؟ طيب نجي الان لي كذا بس اخر زي بعدين اوقف في الدا عشان ما اطول في بقول لك مرات انا ممكن ما احتاج اني اثبت اجيب مثال مضاد كاونتر اكزامبل اثبت انه الكلام ده ايش خلاص يعني انه ايش النظريه دي ايش خاطئة أو أقول لك ديس بروفينج عدم إثبات بروف إثبات عدم إثبات. أقول لك مثال خلينا نأخذ مثال سيبكم من الكلام ده. يعني مثلا فاكرين لما كنا نقول فور أول كيف ننفيها؟ قلنا نعكس الفور أول نخليها ذير إكزيست ونحط إيش ها وننفي العبارة نت بي أوف إكس. فاكرينها كيف نجيب النيجيشن تبع الفور أول؟ نقول نقول there exists وندخل النفي على البريديكات. واضح؟ طيب تعال ناخذ مثال اثبت ان العباره هذه every positive integers is the sum of the squares of the two integers. ايش معنى الكلام ده؟ يقول لك كل عدد صحيح موجب هو عباره عن مجموع مربعي رقمين.
طيب هل احتاج اني اثبت بالطرق؟ لا ما احتاج، اقدر اجيب مثال اجرب الامثله واثبت انه الكلام ده خطا. طيب خذ مثلا رقم 5، جيب رقمين ربيع ومجموعهم، مثلا 2 تربيع زائد 1 تربيع، هذا كلام صحيح، 2 تربيع 4 زائد 1 صحيح. طيب هل في مثال اقدر اجيب مثال مضاد يجيب ان الكلام ده خطا؟ نعم، مثلا خذ مثلا الثلاثة. طيب خذ رقم مثلا، خذ 2 تربيع زائدا 3 تربيع كم يساوي؟ الطرف اليسار 3 وطرف اليمين 2 و 6 4 زائدا 3 و 3 3 تربيع كم فيها؟ 9. يعني 3 هل يساوي 10 11 هل يساوي 10 11 هل يساوي 13؟ هذا كلام خاطئ. إذا أنا قدرت أجيب مثال مضاد counter example يثبت لي إنه كلام ده غير صحيح. إذا تقول كذا مثلا 3 ليس مجموع عبارة عن مجموع مربعي اللي هو 4 أو 2 و3، واضح؟ واضح الفكرة؟ أنا ممكن مرات أقدر يعني في 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 for all و there exists أقدر أجيب مثال مضاد وخلاص، ما أحتاج إني أثبت الكلام كله ثابت، لأنه أساسا إحنا قلنا الـ all لو بجيب النيجيشن حقها احول ذا اكزيست وادخل النفي على ايش؟ البريديكيت، واضح؟ طيب اوقف هنا، اكمل ان شاء الله في الفيديو القادم.